المليح مليح المليح 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 اخوي المليح القرقيع القرقيع يا اخوان هي عين شاء الله ما تجيب النخاله حوليات اخوان تبارك الله يدن تحياتي لكم الاخوان صباحكم مبروك من قلب سوق الاثنين بني مسكينه الاخوان 2015 بتاريخ 28/11/2022 تحياتي لكم الاخوان والاخوات داخل الوطن خارج الوطن وهذه المناسبه الاخوان كنبغيو نهنئوا المنتخب المغربي كنقولوا لي الف الف مبروك وهنيئا للشعب المغربي تحياتي لكم الاخوان جميعا شحال اخويا 36 تبارك الله دول الاخوان مش هي كنشري المشرى الاخوان ديالهم 36000 هادو 1800 درهم ثلاثه هذا ما ديرش 36 ونص هذا الاخوان اللي هنايا 36 ونص 1825 درهم تبارك الله الله يبارك تبارك الله الله يسر لك خويا الله يسر لك الله يجيب تيسير تبارك الله تبارك الله كدير بخير كلشي مزيان امور هانيه لاباس عليك الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك زيد عمي زيد زيد تلو الله يحفظك الحمد لله الله يحفظك الله يحفظك السوق ديالنا اييه اثنين ديال بني خلوق ولكن كيقولوا لي اثنين بني مسكين بني مسكين وين بني خلوق بني مسكين بحال بحال بني مسكين الغربيه بني مسكين الغربيه اييه الله يحفظك الله يكبر اييه الله يحفظك الله يحفظك الله يكبر بيك لاباس الله يحفظك الله يطول لي عمرك الله يطول لي عمرك الله يحفظك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله امين ان شاء الله ربي ما يخيبناش ان شاء الله باذن الله وبالدعوات ديالنا وديال المغاربه ان شاء الله ربي ما يخيبناش باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي كبير ان شاء الله ان شاء الله هادو شحال اخويا ب 1450 درهم هادو 1429 اي 1450 درهم مشري ديالهم الاخوان 29000 تبارك الله اييه تبارك الله 29000 الاخوان تبارك الله اييه مرحبا مرحبا عطاوك شي حاجه عطاوك شي حاجه ديال الرباح دابا ولا مازال عطاوك شي حاجه ديال 200 درهم اللي عطاوك اي عطينا الاخوان 200 داكشي اللي كاين لا عطينا الاخوان 200 درهم راه غير خلي الرقم ديالو هاد السيد الله يعمر دار دري ويش الاخوان اللي شافهم اتصل به والف مرحبا ياك اييه واحد مرحبا لك شي واحد مرحبا ما غادي يكتبوا لذاك السيد اللي في فاس اي راه معايا طيب السيد فاس البارح عيط ليا اييه حي من هاد المنبر اخويا رشيد تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يحفظك واخا قول النمره 06 22 41 21 00 00 اي 00 تبارك الله عليك مرحبا اخويا رشيد الله يطول لي عمرك ربي يحافيك امين امين الله يرحمنا الله يرحمنا احنا شوف بنادم يدير لي عنده لي اطلاقات ربي هذاك الشيء اللي كاين هذاك الشيء لا اله الا الله لا اله الا الله راه حاشا واش الله يدير شي حاجه ما مزيانه بصح هذاك الشيء اللي كاين هذاك الشيء اللي فيها الخير اللي فيها الخير تبارك الله عليك الله يسر الله يسر امور الله يسر تبارك الله عليك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك لي يا عمي الله يحفظك تبارك الله تبارك الله خفانا الاخوان ملاح هادو سنان الحليب عمي تبارك الله الثمن 45 اللي كطلب ولا اللي عاطين طالبين 45 تبارك الله 45 الاخوان 2250 درهم تبارك الله تبارك الله واخا بغيت تخلي النميره لما بعتيهمش هنا في السوق عيطوا لك بعض الاخوان يلا قول النمره 06 66 46 80 20 البلاصه فين هنا في 2 ولا قيصر 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 الاخوان ولاد السي بن داوود تبارك الله الله يبارك خرفان ملاح الله يبارك الله يسر لك الله يسر الله يجيب تيسير يا عمي الله يحفظك يا عمي تبارك الله شحال يا عمي هذوك جوج مطبوعين 83 هاد جوج مطبوعين 83 وهذاك 46 هذا الاخوان اللي واقف هنا 2300 درهم تبارك الله 46000 ريال ندورو نشدو ليه وجهو الاخوان ها هو 46 الاخوان بارطاجي سبع عليا بارطاجي تبارك الله عليكم الله يسر الله يسر الله يسر مناسب ولكن الناس ما بقاش قد تشري اي اي والله نطلبوا من الله الله يغيثنا الله يغيثنا الله يغيثنا عمي تبارك الله عليك هو العرب كل جلة بنتكم شرقة تبارك الله تبارك شحال اخويا عاطيكم ما شحال عاطيكم اخويا في هذا الخير هذا عاطينهم 130 هاد الثلاثة هاد 330 وهذا اللي هنا هذا اللي هنا بوحدو هذا 45 هذا الاخوان 2250 درهم تبارك الله هادو الاخوان 6500 درهم ثلاثة تبارك الله انت بغيت تساوني على قوة هادو تما ديالو 90 قال الجوج هادو هادو 90 قال 94 هي تبارك الله هادو الاخوان هاد الجوج 94000 تبارك الله
هادو 94000 ريال تبارك الله على 4700 درهم. تبارك الله الاخوان الله يبارك تبارك الله. سنة الحليب عمي تبارك الله الثمن 64 بغيتي في 64 عطيني شي حاجه دابا لا عطيني 58 عطينو 2900 الاخوان كيطلبوا 3100 درهم تبارك الله الله يبارك تبارك الله الله يسر لك الله يسر لك لا جبتي سير تبارك الله تبارك الله تبارك الله الله يبارك. شحال اخويا الثمن؟ 42 تبارك الله 42 الاخوان هذا 42 بان ليا شويه ثمن رخيص هذا ما في لا ياك بان ليا ثمن شويه ناقص الاخوان من الديل ديالها. واش دابا هذا خليقه ولا تحيد لي؟ محيد لي محيد لي اي محيد تبارك الله مليح مليح 42 الاخوان 2100 درهم طلبهم الله الله يسر لك خويا الله يسر لك الله يجيب شي سير تبارك الله عليك تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هذا عمي دريويش هذا الله يعمرك دريويش هذا السيد الله واخا ما بقاش عندو السنان واخا ما بقاش عندو السنان علفت عليه مالو ما قلتش يركب حتى فوق دابا يركبوا ان شاء الله دابا راه عاملين سيدي ب 72 و400 وراس نانو فمو مريض غادي ان شاء الله يصاوبوا غادي يصاوبوا 72 الاخوان 400 تبارك الله 6620 درهم ها طاح ما صار باش يركبوا دابا ان شاء الله دابا عمي دابا لا دس عدو دس عدو هذو الاخوان 72 و400 هي تبارك الله الله يسر لكم الله يسر الله يسر لكم تبارك الله. شحال عمي الثمن شحال؟ الثمن مشري ب 36 و400 في 1000 هذا مشري ب 36 و400 عطاوك 1000 اي تبارك الله هذا الاخوان مشري ب 1820 درهم عطينو 50 درهم وهذا عمي هذا كبير سي كبير هذا ب 27 قال 200 اي باقيين على الله هذا الاخوان 27200 تبارك الله بحال 1360 درهم تبارك الله باش مشري باقي على الله الله يسر لك عمي الله يسر لك الله يسر لك تبارك الله تبارك الله تبارك الله. معك شحال عمي الثمن؟ وانا ب 52 بغيت 52 تبارك الله يبغى اخوان 2600 درهم امين الله يغيثنا الله يغيثنا الله يغيثنا يا ربي يا ربي تبارك الله 2600 درهم الاخوان والله يسر لك الله يسر لك الله يسر لك. السلام عليكم شحال عمي خرفانة 73 هذو الاخوان 3650 درهم تبارك الله 73000 تبارك الله الله يسر لك عمي الله يسر الله يجيب تيسير تبارك الله. ما شحال عمي الثمن ديالهم خرفانة 93 هذو 93000 هذو الاخوان 3 4500 درهم هذا 34 ياك هذا الاخوان 1700 درهم المشره ديالهم المشره هذو 4500 درهم تبارك الله الله يسر لك عمي الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير تبارك الله. السلام عليكم صوريت يا هو ما لا ما نشد ماشي ولا ما بغاش اش داير عمي جموع سداسيه سداسيه تبارك الله ولد حولياك ولد حولياك تبارك الله اييه تبارك الله شحال عمي انت ما سمعتي 2000 درهم 2000 درهم تبارك الله الاخوان 2000 درهم اللي عاطين دابا تبارك الله عطينا 40000 تبارك الله الله يبارك تبارك 2000 درهم الاخوان اللي عاطين الله يسر لك الله يسر لك الله يسر لك الله يحفظك تبارك الله تبارك الله. هو ولد خرفان هذا عمي العبيرات خرفان جوج تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. وهي اش دايره في السن الام اش دايره في السن هي الستاتيه الستاتيه تبارك الله. شحال عمي ثابته ثابته اللي ثابته تمام حتى انا شريتيها اي عمي الله يسر لك شحال عمي تبارك الله اللهم بارك 2200 درهم الاخوان باش تباع تبارك الله الله يبارك الله يسر لك يا عمي الله يسر لكم الله يسر لكم الله يجيب تيسير تبارك الله عليك السن عدى مليح تبارك الله سداسيه اخوانيه تبارك الله الله يسر لكم امور الله يحفظك ليا تبارك الله تبارك الله. اش ولد عمي خروف ولا عبوره؟ حوليه عبوره هي حوليه وهي سداسيه ولا شكون؟ يلا طلع يلا جاب مجموعه هي تبارك الله. شحال عمي الثمن؟ عاطينا 1050 1050 اي عطينا اخوان 21000 تبارك الله 1050 درهم تبارك الله الله يسر لك الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير تبارك الله عليك الله يحفظك الله يعزك الله يحفظك خويا تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. قولوا له
ولا ب 10 تقول نقول ب 30000 في اللحم غادي يبقى الكسب غادي يبقى يعطيك تعال لا 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 ب 10 ولا 11 لا لا خليه يقول لي كيف تبارك الله شحال اخويا الثمن يا اخويا 15 و 40 اي يا اخوان 15400 ريال بحال 75 76 77 ياك 15400 ألف فرنك تبارك الله 77 ألف فرنك و 500 اي 77 ألف فرنك و 500 بالدرهم الإخوان راه شي 700 و شي 775 درهم اي تبارك الله 775 درهم تبارك الله المليحة الإخوان اللهم بارك تبارك الله يسر لكم خويا الله يسر الله يجيب تيسير تبارك الله عليك أعطوا له 3000 يوم حيدة لا 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 كيف كدير؟ هذا الراجل هذا كاين هذا أصغر حويليات الله يحفظك شحال عمي شحال؟ 3000 بجات ولا الوحدة؟ الوحدة 6000 بجوجة 30 300 درهم بجوجة الإخوان الله يعين إن شاء الله بنادم تجيب النخالة حوليات الإخوان حوليات الإخوان أطلبوا من الله يغيثنا أمين. الله يرحمنا الله يرحمنا الله يرحمنا الله يسر لكم الله يسر لكم الله يسر اللهم بارك الإخوان الغزال الإخوان الغزال تبارك الله تبارك الله اللهم بارك المليح المليح أخويا المليح 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 تبارك الله الله يبارك تبارك الله شحال اخويا الثمن؟ الثمن هاد 3 راهم ب 48000 السي راشد هاد 3 48000 يعني شحال الوحيدة شحال 800 درهم 800 درهم الوحدة اييه هاد جات 28 هاد جات هادو 1400 درهم الاخوان اييه تبارك الله هادي 14 هادي 700 درهم تبارك الله هادي هادي خشوا شي واحد يدي يكسب هادي الاخوان تبارك الله هادو ب 43 هاد 3 ب 43 تبارك الله بحال 2150 درهم تبارك خلي النمره ديالك الاخوان اللي مرحبا لما بعثيهم السوق يتصلوا بك الاخوان اي قول 06 36 71 36 70 بلاصه غير هنا في 2 البروش البروش والبروش تبارك اييه اييه المليح مليح المليح 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 اخويا المليح القرقع 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 اخويا القرقع القرقع تبارك الله تبارك الله الله يبارك سير الله يسر لك خويا الله يسر الله يسر السلام عليكم تبارك الله معك شحال اخويا الثمن 26 اللي عاطين دابا ولا اللي باغي باش تبيعو باغي فيهم باغي فيهم 1300 درهم الاخوان تبارك الله 1300 معك كيدير السوق اليوم الله يرحمنا الله يرحمنا ياك الله يرحمنا الله يرحمنا الله يرحمنا الله يغيثنا الاخوان طلبوا من الله الله يسر الجميع الله يسر لكم الله يسر لكم امور السلام عليكم.